عندك يا سيدي دبلوم عام في 29 مش تربوي، دبلوم عام في 23 مش تربوي، عندك 13 مش تربوي. عندك حق انت كلمة. أول الامتحانات. دبلوم عام انجليزي يا شنو ناقصك شنو طلع؟ كتاب. ما عندكش عدد. خادم واحد. عندهم خادم. لا ما نصحش ينزلوا مش واحد ينزلوا شنو عندهم شهادات بس يعني. لا أول هذا. سبعة هضم أخصائي اجتماعي. عنده سبعة حتى. لا هو بصراحة عندك سبعة اضم سبعة اخصائي اجتماعي كلمة اخصائي اجتماعي كلمة عند الطلبة كلمة عند الطلبة عند الطلبة مجموعة نجي موسى محمد دبلوم علي حسوب مدخل بين الطلبة وعلى حسب مدينة لك عشية انت قسم مبنية ثانية طبعا لما جينا فترة العشية ما كانش اخصائي اجتماعي موجود هنا ما خلينا نستمر استاذ عبد الرحمن بعد حسين بن الله عند استاذ عبد الرحمن عند منصف نشر تاريخ 2007 لا تعين لا تعين صلحها بس ما فيش مش طبعا احنا لجنه مكلفه من السيد مسؤول التربيه والتعليم قطاع التعليم توكره حيث بدانا اللجنه في تصحيح او الملكات الوظيفيه بالمدارس طبعا احنا لجنه وتكون اليوم ب مكتب الخدمات التعليمية توكرا التي يبلغ عدد المدارس تقريبا 15 مدرسة بما فيها أربع مدارس أو خمسة ثانوي والباقي من التعليم الأساسي بدأنا في تصحيح الملاك الوظيفي واستقبلنا المدارس مدراء مدارس بالمكتب وتم إنهاء الملاكات الوظيفية بكل دقة أنت أبدأ معك مجاش نحن كمكتب خدمات تعليمية توكرة نعمل في تسكين أو مراجعة التسكين الملك الوظيفي لهذا العام رأينا نحن كمكتب أن عدد عاملات النظافة عدد أقل لكل مدرسة بها أربع عاملات نظافة ومعظم مدارسنا يعني أقل مدرسة فيها ثمان فصول وتصل الى 26 فصل وعدد طوابق حوالي ثلاث طوابق يعني نتمنى من الوزاره النظر في موضوع عاملات النظافه بزياده عدد عاملات النظافه بالنسبه للكادر الوظيفي معظمهم من المعلمات نقترع على وزاره التربيه والتعليم النظر في تطبيق معدلات الاداء ان يتم تقليص عدد الحصص الى سبع حصص لكل معلمه لان في غياب اي معلمه بسبب الظروف الخاصه بها وأجازاتها المرضية تسبب في وجود عجز في الكادر الوظيفي الخاص بالمدرسة.